السلام عليكم طالبات الرابع العلمي ثانوية عشتار الأهلية للبنات. اليوم إن شاء الله راح نحل أمثلة باسكال بهذا الفيديو. معكم مدرسة مادة الفيزياء أستاذ مريم عماد. اليوم المثال يتحدث عن الرافعة الزيتية. مثالنا صفحة 34 يقول احسب القوة اللازمة لرفع سيارة. يريد القوة الرافعة اللي هي F1. اتفقنا انه F1 هي قوة رافعة لان موجودة بالاسطوانة الاولى، المكبس اللي يضغط عليه العامل بحيث ترفع السيارة الموجودة بالمكبس الثاني. اذا F1 هي القوة الرافعة اللي راح ترفع لي السيارة بالاسطوانة الثانية، F2 منين نحسبها؟ من كتلة السيارة في التعجيل الارضي. ليش؟ لان السيارة موجودة بالاسطوانة الثانية. اذا F2 نحسبها من كتلة السيارة في التعجيل الارضي. منطيني كتلتها السيارة 3000 والتعجيل الارضي 10، يطلع 30000 نيوتن، هاي القوة الثانية. منطيني المساحة الاولى والمساحة الثانية، يريد فقط القوة الاولى اللي هي القوة الرافعة. هنا نتفق بالبداية، سنتيمتر تربيع. نتفق بالبداية اذا الوحدات متشابهة ما نحول، لان راح تختصر. قانون الرافعة الزيتية يقول F1 على A1، يعني الضغط الاول P1 يساوي الضغط الثاني P2 اللي هو F2 على A2. ليش؟ لان الضغط هو قوة على مساحة، فالضغط الاول يساوي الضغط الثاني. حسب مبدأ باسكال الضغط الاول يساوي الضغط الثاني. فقانون الرافعة الزيتية هو F1 على A1 يساوي F2 على A2. F1 هي القوة الرافعة اللي يريدها بالسؤال المجهولة، والA1 15. F2 استخرجناها من كتلة السيارة في التعجيل الأرضي اللي هي 30000، والمساحة الثانية هي 2000. يبقى لنا هنا فقط رياضيات. نختصر، الثلاث أصفارة تروح ويا الثلاث أصفارة، يبقى 30 على 2 15، أو نقدر نضرب وسطين في طرفين. F1 راح يساوي 30 في 15 على 2 وتساوي، يطلع القوة تساوي لي 225 نيوتن، 225 نيوتن اللي هي القوة الرافعة اللي موجودة بالمكبس الصغير، 225 نيوتن. هذا كان المثال اللي متعلق بالرافعة الزيتية واللي طبقناه حسب مبدأ باسكال بتوزيع الضغوط. السؤال الثالث أيضا من مسائل الفصل الثالث متعلق بالرافعة الزيتية ومبدأ باسكال. يقول سؤال الثالث، مكبس في جهاز هيدروليكي، مساحة مكبسه الكبير. اتفقنا إذا يقول المكبس الكبير الرقم كل المتغيرات رقم 2، والمكبس الصغير رقم 1، فمساحة مكبسه الكبير A2 تساوي 50 مرة بقدر مساحة مكبسه الصغير، يعني 50 مرة بقدر مساحة مكبسه الصغير. إذن A2 تساوي 50 من A1، A2 تساوي 50 من A1. زين، فإذا كانت القوة المسلطة على المكبس الكبير هي 6000 نيوتن، 6000 نيوتن، احسب القوة المسلطة على المكبس الصغير. اتفقنا، أما يقول لنا القوة المسلطة على المكبس الصغير أو يقول القوة الرافعة اللي هي نفسها مسلطة على المكبس الصغير، فقط تغيير بالمصطلحات. حسب مبدأ باسكال بتوزيع الضغوط، P1 يساوي P2، الضغط هو الضغط هو F،
على أي؟ القوة على المساحة. يا ضغط، الضغط الأول إذا رقم القوة الأولى على المساحة الأولى، والضغط أيضا القوة على المساحة، يا قوة ويا مساحة. القوة الثانية المساحة الثانية اللي هو هذا نفس قانون الرافعة الزيتية اللي دا نحل بيه الأمثلة. تمام، هسا عندنا تعويض مباشر. الأفوان هو يريدها، قال أريد القوة المسلطة على المكبس الصغير. الأيوان ما منطيني عنها معلومات، انزل نفسها. الأفتو هي شقد؟ 6000. زين، الأيتو 50. أيوان مثل ما طاني إياها بالسؤال أنزلها، قال لي الأيتو المساحة الثانية هي 50 من أيوان، أنزلها 50 أيوان. زين، هو ليش هنا أنا ما طاني الأيوان؟ لأن مطيني هنا 50 أيوان على مود أختصر. هنا فكرة السؤال. إذن الأفوان شقد راح تطلع لي؟ 6000 على 50، الصفر يروح ويا الصفر، 600 على 50 يطلع لي 120، والوحدة مال القوة نيوتن. سؤال جدا بسيط، الفكرة هنا أنا بس نركز، يقول لنا المساحة الثانية هي 50 من المساحة الأولى، فعوضها 50 أيوان، فهنا تختصر الأيوان ويا الأيوان، لأن أيضا ما طاني قيمة للأيوان.